زار المعاون الإداري لمحافظ صلاح الدين محمود الحشماوي قضاء بلد وأشرف ميدانيا على عمل لجنة التعويضات الخاصة بمناطق جنوبي محافظة صلاح الدين، مطالبا بزيادة وتيرة العمل لإنجاز معاملات المواطنين المتضررين من الإرهاب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا هذا اليوم إلى قضاء بلد بصحبة الأستاذ عامر قاضي تعويضات صلاح الدين وأستاذ ناظم مدير تعويضات قسم صلاح الدين، من أجل المباشرة بإنجاز معاملات ضحايا الإرهاب كذلك الممتلكات التي تعود إلى المواطنين قضاء بلد وقضاء دجيل وناحية يثرب وناحية الإسحاقي. بإمكان جميع أبناء هذه الوحدات الإدارية مراجعة اللجنة في كل يوم أحد من كل أسبوع من أجل إنجاز معاملاتهم. تعرف كانت هناك مشكلة عدم ترويج معاملات أبناء يثرب أو الإسحاقي أو بلد أو دجيل والذهاب إلى تكريت. الحمد لله برعاية أستاذ عامر قاضي التعويضات باشرت اللجنة هذا اليوم، وكل أسبوع يستطيع أي مواطن من بلد أو الدجيل أو يثرب أو الإسحاقي مراجعة أو ضلوعية مراجعة اللجنة مباشرة إلى هذا اليوم إلى مبنى مقامية بلد. الشكر طبعا موصول إلى أستاذ عامر رئيس اللجنة الفرعية في صلاح الدين على جهوده الكبيرة والمبذولة من أجل إنجاز كافة معاملة التعويضات. كذلك الشكر موصول إلى حكومة قضاء بلد متمثلة بالأستاذ عامر قائم مقام بلد الذي وفر لنا المكان المناسب من أجل تمشي كافة معاملات الأخوة المواطنين وضحايا الإرهاب. وإن شاء الله هناك يعني حصلت موافقة على فتح 3 لجان فرعية في القريب العاجل، ستكون اللجنة الأولى في بلد واللجنة الثانية في آمرلي ولجنة التكريت، وهذه سوف تسهل في حل كافة مشاكل أهلنا أبناء محافظة صلاح الدين. ونتأمل من حكومة المحافظة ومن كافة القائمين على الموضوع التعاون ما بيننا والمتابعة والتنسيق من أجل إنجاز كافة معاملات أهلنا أبناء محافظة صلاح الدين.